قلت لي بقى بتشتكي من ايه؟ بطني بتتقطع وحاسس ان دايخ مش عارف ليه. اه تمام كويس كمل. ايه ده انت بتعمل ايه يا دكتور؟ ايه الصوت ده؟ مفيش يا عم حاجه كمل كمل. ها ايه تاني؟ وعندي برضه صداع ومش قادر اخد نفسي، نفسي استريح بقى يا دكتور. اه عظيم. لا بقى في صوت، انت بتطلع ايه يا عم؟ انت بتطلع ايه؟ بعمل ايه؟ انت مش قلت انك عايز تستريح؟ هريحك. تريحني ازاي بالظبط؟ هريحك كده. تخيل ان انت تدخل مستشفى عشان تتعالج، لكن ما تعرفش ان هي مخبيه لك مصيبه. وانت مش هتدخل عشان تتعالج، لا انت هتدخل عشان تموت. ممرض مجنون مستعد ان هو يقتلك من غير اي سبب، بس لان هو عايز كده. ودي مش قصه فيلم، لا الكلام ده كله حقيقي. تشارلز كولين كان عباره عن ممرض، وظيفته ان هو يرعى المرضى، لكن الحقيقه ما كانتش كده، لانه خان ثقه كل مريض دخل يتعالج عنده بابشع طرق ممكن تتخيلها. قتل العشرات منهم ومن غير اي سبب، هو بس شخص بيحب القتل. وده مش من فراغ، لا راجع لقصة هحكي لكم كل حاجة عنها. الشخص ده وهو طفل عنده 9 سنين حاول الانتحار للمرة الاولى، لكن بعد كده تم انقاذه. لكنه من بعدها كان بيحاول الانتحار تقريبا كل شوية، لحد ما لقى طريق تاني يقدر يخرج بيه من اكتئابه وتدني الاحترام لذاته. وكانت هي دي البداية، وقرر ان هو يقتل المرضى بتوعه جوه المستشفى. يبقى خلي بالك بقى بعد كده وانت داخل اي مستشفى. وفي حاجة بقى مهمة عايز اقولها لك قبل ما نبدأ، احنا مش هنوصل 100,000 بقى ولا ايه؟ عايزين ناخد الدرع. يلا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وعايزين نوصل لايكات لعدد لا نهائي، معرفش ازاي. تشارلز كولين اتولد في 22 فبراير سنه 1960 في ولايه نيو جيرسي في امريكا، وكان طفل من بين 8 اطفال، لكنه ما كانش طفل عادي زي باقي الاطفال. وهو مجرد طفل عنده 6 شهور ماساه ضربت العيله بتاعتهم لما ابوه مات، وفضلت امه لوحدها هي اللي بتربيه هو واخواته لحد ما كبر تشارلز. لكن للاسف ما كانش طفل محبوب، وكان هدف كبير للتنمر، وحتى كان من الصعب على كل المعلمين بتوعه او حتى زملائه ان هم يفتكروه، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان هو هيكون من اكبر القتلة في امريكا. كان ساعتها ذكي لكنه كان طفل غريب، وده اللي خلى باقي الاطفال تضايق فيه وتتنمر عليه. تشارلز ما كانش راضي عن الحياة، لدرجة ان هو حاول ينتحر للمرة الاولى وهو عنده 9 سنين، خلطة مصنوعة من مواد كيميائية عملها وخدها بغرض الانتحار، لكن بعد كده تم انقاذه وما قدرش يهرب من حياته دي، لحد ما قرر ان هو يعيش في حياة خيالية. لكن من هنا الموضوع ابتدى وهو في المدرسة الثانوية، لما كان مبهور بأعمال الادبي فيودور داستايوفسكي، وما تركزش في الاسم، في كتابه الجريمة والعقاب، وده اللي خلاه يبدأ يفكر في القتل. تشارلز وهو عنده 17 سنة حصل أكبر حدث أثر في حياته، لما توفت أمه في حادث سيارة سنة 1978، ومن ساعتها اتدمر تماما. عدت الأيام وبدأ كولين يتدرب كفتى صواريخ، واستلم أول منصب ليه على غواصة نووية. لكن تشارلز برضه كان في حاجة ناقصاه، ما كانش بيشارك مع زملائه، وكان برضه هدف للتنمر في خلال فترة وجوده في الغواصة. بعدها تم ابلاغ رؤسائه من زملائه في العمل ان هم شافوا تشارلز بيعمل حاجه غريبه جدا. تشارلز ساعتها كان لابس ملابس مستشفى مسروقه، وكان قاعد على لوحه التحكم في الصواريخ في الغواصه، وقالوا انه شخص غريب الاطوار وانه سيء السمعه، لكن ما تم شرح اسباب لبسه لزي ده ساعتها، لحد ما اشتغل في مهمه اقل اجهاد في سفينه امداد. لكن برضو اكتئابه وميوله للانتحار فضلت موجوده، والكلام ده كله ما اثرش فيها، في حاجه ناقصاه هو مش قادر يعرفها. تشارلز حاول ينتحر تاني لأكتر من مرة، من سنة 1981 ل 1984، وده طبعا أدى إن هما مشوه من البحرية، لحد ما أخيرا بعد شهر قدم في مدرسة للتمريض. كمل الدورة التعليمية وهو عنده 27 سنة، لكن رغم كده السنة دي كان فيها أمل لتشارلز عن أي سنة تانية، لدرجة إنه مش بس اتخرج ده اتجوز كمان. جواز تشارلز ساعد إن هو يخرج من اكتئابه لفترة صغيرة، لكن بعد كده حاله اتقلب تاني. كان ساعتها تشارلز بيعمل في وحدة حروق في المستشفى، لكن زواجه ما كانش ناجح نهائي، لدرجة ان مراته طلبت الطلاق. كان شخص عنيف جدا في البيت،
منعزل عن عيلته، حتى الحيوانات بتاعت العيلة ما كانش رحمها، لدرجة ان هو كان بيعاملهم بمنتهى القسوة، كان بيعذب الكلاب بأشد طرق العذاب، لدرجة ان العيلة كلها كانت بتصحى على صراخ الكلاب، او ان هو يسيب الكلاب بتاعته مربوطة برا في ظروف جوية قاسية جدا. ده حتى مراته ساعتها كانت خايفة منه، لان عمله كممرض بيخليه يحصل على ادوية بمنتهى السهولة، وده ممكن يكون فيه خطر ليهم، جايز ان هو ممكن يقتلهم مثلا، لدرجة ان من كتر الشكاوي دي حاول تشارلز الانتحار تاني. بعد اكتر من شهر قتل تشارلز واحدة كان عمرها 90 سنة في المستشفى، كان بيعتقد ان هي دي الضحية الاولى، لكنها ما كانتش الاولى. في مستشفى وورن واحدة اتقتلت بجرعة زيادة من دواء القلب بتاعها، وده كان سلاح القتل المحبب لتشارلز، انه يدي المرضى جرعة زيادة عن قصد عشان يقتل ضحايا المسنين. موتها كان باين ان هو طبيعي جدا، والسنوات اللي بعد كده من حياته كانت كلها قتل. كل مكان تشارلز كان موجود فيه في يوم من الايام لازم يسيب وراه ضحايا. في ديسمبر 1993 مشي تشارلز من مستشفى وورن، وكان ساعتها مشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل، وكان ساعتها فعلا قتل واحدة عندها 91 سنة وكانت بتعاني من السرطان، لما اداها جرعة قاتلة. كانت ساعتها خلاص قربت انها تخرج من المستشفى، لكن ساعتها تشارلز دخل الأوضة وطلب من ابنها ان هو يخرج بره، وبعد كده اداها حقنة. ساعتها السيدة دي هي وابنها اشتكوا للدكاترة والممرضين ان في دواء غريب تشارلز اداهولها، وفعلا في اليوم التاني ماتت في البيت بتاعها بسبب كسور في القلب. لكن ساعتها ابن الست دي عرف انها ما ماتتش موتة طبيعية، واشتكى للمستشفى انه شاكك في تشارلز. والغريب ان هم عملوا للممرضين كلهم اختبار كشف كده، لكن تشارلز ما بانش عليه اي حاجة، وما بانش عليه اي دليل ان هو قتلها. والاغرب من ده كله ان تشارلز كمل في المستشفى عادي جدا وما تمش فصله. وبعد كده مشي تشارلز من المستشفى في سنة 1994، وراح عشان يعمل في مركز طبي تاني، وكأن دي طريقة تشارلز للهروب من الجرائم بتاعته. كل ما الشكوك تقرب منه في المكان اللي هو فيه يسيبه ويروح مكان تاني. في احد مراكز التمريض التانية ممرضة اتسببت في موت مريض، والمرة دي بجرعة زيادة من الانسولين، راجل عنده 83 سنة، واتهم الممرضة ساعتها ان هي اللي ادته الانسولين. لكن ساعتها تشارلز كان موجود في الاوضة اللي جنبيها بيرعى مريض تاني، واكيد هو اللي في بالك حصل، اكيد كان هو السبب. ورغم كده كان تشارلز بيحصل على وظيفة تانية في كل مكان يروحه، رغم كل الشكوك اللي موجودة حواليه، وكأنها لعنة ما بتقفش ابدا، بدأت من سنين. في سبتمبر سنة 2002 بلغت مستشفى سنت لوك ان تشارلز قتل عدد ما يقلش عن 5 مرضى في خلال السنتين اللي اشتغل فيهم. الممرضين كلهم جمعوا ملاحظاتهم وقالوا ايه سبب عدد الوفيات للمرضى في الوقت اللي بيبقى موجود فيه تشارلز، وكأنه هو السبب. والحقيقة ان فعلا هو السبب في كل ده، المشكلة ان ما كانش فيه اي حاجة يمسكوها عليه، وكأنه بيعمل جريمة كاملة. ولان في الوقت ده كان في نقص شديد في الممرضين، كان سهل عليه ان هو يشتغل في اي مكان تاني. اخر مشاركة لتشارلز كانت لأقصر دموية، لما بدأ العمل في مركز طبي تاني في نيو جيرسي سنة 2002، قتل 13 مريض على الأقل، وحاول يقتل 2 تانيين. وفي الأشهر الأخيرة من عمله في المستشفى قالوا زملائه ان هما شافوه في أماكن مش من المفترض ان هو يكون فيها، وساعتها تم تبليغ المركز الطبي ان الوفيات الزيادة اللي في المستشفى دي ممكن تكون من عمل موظف هنا، وان هو اللي بيقتل المرضى. فكرت المستشفى في المعلومات دي لحد اكتوبر 2003، وساعتها اتصلوا بالسلطات فورا عشان مخاوفهم من تشارلز. في الوقت ده كان قتل 5 مرضى كمان، وكان بيحاول يقتل السادس. تم القبض عليه للاشتباه فيه بارتكابه جريمة قتل، لحد ما بدأت تظهر الجريمة الكاملة المرعبة، واحد من اسوأ القتلة في امريكا. كان ساعتها تشارلز قاعد يتعشى مع صديقه في مطعم في 12 ديسمبر 2003، لحد ما دخلت الشرطة عليهم وقبضت على تشارلز، وده الاشتباه فيه بقتله القس جال اللي كان عمره 68 سنة. وساعتها اجهزة الكمبيوتر هي اللي اكدت ان تشارلز كان بيدي المرضى جرعات زيادة عن عمد عشان يموتهم. قالت صرف الادوية هي اللي بينت الادلة دي، كان بيصرف جرعات عالية جدا، ده غير الادوية اللي كان بيديها للمرضى مش المفروض ان هما ياخدوها اصلا. ودي كانت نهاية تشارلز. وعشان يتفادى تشارلز عقوبة الاعدام اعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها، وساعدهم في التعرف على بعض الضحايا. تشارلز قتل عدد ما يقلش عن 40 شخص، لكن في تصرف غريب منه اتبرع تشارلز بكليته لاخو صديق قديم ليه، وده لما والدة الولد ده كتبت لتشارلز تتوصل اليه ان هو يساعدها، يمكن مثلا كان بيحاول يكفر عن ذنوبه. لحد دلوقتي مش معروف العدد اللي قتله تشارلز، لكنه ضخم جدا. في احد اللقاءات معاه اتسأل اول ضحية ليه كانت امتى، فجاوب
كانت من وقت طويل. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وطبعا ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك.